ما في مجال للانتظار ولا في مجال للراحة لما يتعلق الأمر بإخواننا المسلمين. لابد أن نترك كل حاجة بإيدنا ونسعى للوقوف معهم. ركزوا يا جماعة، ركزوا على التغطية اللي بتكون بعد شوي من مقر دار العطاء. ضروري تركزوا، ضروري هذه المقاطع تتابعوها كلها وتنشروها. أنا استطعت أنك تتبرع فتبرع، ما قدرت أنك تتبرع انشر الفيديو بمثابة الأجر لك. فالإنسان يقدر يتبرع تبرع، ما قدر ينشر، لأن حتى نشرك للفيديو قد يصل لشخص بسببك أنت بيتبرع. فركزوا على التغطية الجاية، الله يخليكم. المصاب عظيم والخطب جلل، أبناء عمان الأوفياء وكل من يسكن هذه الأرض الطيبة، جمعية دار العطاء بدت حملتها ألم وأمل. شاهدنا الدمار، شاهدنا الأطفال اللي يموتون، شاهدنا الأطفال اللي تحت الإنقاذ، شاهدنا الأمهات اللي تصرخ، شاهدنا الرجال اللي يصرخوا، شاهدنا الناس اللي نادوا أغيثونا أغيثونا. هل بنقعد ساكتين؟ هل بنكتف أيادينا؟ لا، بنتحرك وبنوقف مع أخواننا المسلمين في سوريا وفي تركيا. الهدف الآن 100,000 ريال عماني من خلال تطبيق دار العطاء ومن خلال الحسابات البنكية ومن خلال وسائل أخرى بنتطرق عنها بعد شوي. أرجوكم فلنقف معهم، فلنساندهم، نبقى فترة وجيزة نجمع هذا المبلغ. يا الله يا أهل، يا الله يا أهل، يا أمة محمد النخوي، العالم جندرس تحت الأنقاض، ما في حدا يساعدنا. لكن بريسات إلى كل جميع فرق الدفاع المدني بألعاب لك شو؟ ألا لا لا الآن طرق التبرع من خلال تطبيق دار العطاء بكل سهولة، تبرعوا من خلال أيضا الحساب البنكي لدار العطاء، من خلال تطبيق الجمعيات الخيرية. تمدن وطلبات أريد وعمان تل، عندكم أكثر وسيلة ووسائل عدة علشان تتبرعوا لأهلنا في سوريا وفي تركيا. ما في مجال للانتظار، ولو بريال واحد نوقف معاهم ونساعدهم. يا جماعة الخير، ما عاد في انتظار، ما عاد في انتظار، ما أنا ولا أنت، العالم كله شاهد الدمار، شاهد المقاطع، شاهد الأطفال، عوركم قلوبكم. شو نسوي؟ شو نسوي؟ نسكت؟ ما نسكت. اللي باستطاعته أن يتبرع فليتبرع، واللي الله ما مكننا أن يتبرع ولو بريال يساعد في نشر الفيديو، قد يتبرع شخص بسببك. أخوي إبراهيم الكندي، الآن بنبدأ نشرح إيش تطبيق دار العطاء، طريقة التبرع السهلة جدا من خلال الحالة الموجودة في التطبيق الآن بكل سهولة. اللي أريد منكم أولا حاجة، اللي ما عنده تطبيق دار العطاء أرفع الشاشة اللي فوق، بيدخلك للتطبيق مباشرة. والخطوة الثانية التبرع، أول حاجة أرفع الشاشة، حمل التطبيق، وبنخبرك الآن كيفية التبرع بكل سهولة. يا مرحبا يا جماعة الخير، طبعا الكل حاب انه يساهم ويشارك في إغاثة اخواننا الموجودين في سوريا وتركيا، والوضع جدا بسيط وسهل. بعد ما حط لكم المخيني رابط برنامج تطبيق دار العطاء، بعد ما تنزله من الأبل ستور مباشرة، أول حالة تظهر أمامكم هي حالة ألم وأمل، وهي اسم الحملة اللي أطلقتها دار العطاء. تضغط تبرع الآن، راح تلاحظ هذا الشريط الموجود فيه البرسنتج، يعني هنا حاليا احنا حصلنا 422 ريال عماني، المتبقي تقريبا 99 ألف ريال عماني. اضغط تبرع الآن، اختار أي مبلغ تريد تبرع فيه، ويمكن مبالغ أخرى أكثر من 50 ريال عماني، مثلا نختار 5 ريال عماني ونضغط أضيف إلى تبرعاتي، وبعدها الدفع. مباشرة تختار طريقة الدفع اللي أنت تريد تسويها من خلال بيانات البطاقة البنكية مالك، وتدفع باستخدام البطاقة، وبكذا تكون ساهمت باللي تقدر عليه، وربي يعطيكم الصحة والعافية يا أحباب. الطريقة الثانية، هذا الرابط اللي عندكم رابط بوابة عمان الرقمية للتبرعات، تدخل في الرابط وبإمكانك التبرع عن طريق البوابة الرقمية. الطريقة الثانية، واحد يقول محمد أنا عندي حساب بنك مسقط، عطني حساب دار العطاء المعتمد في بنك مسقط، بضيفه عندي الحين في الابليكيشن وبحول المبلغ اللي أباه. ثواني، الحين هذا الرقم عندك، سجل عندك وسيف ورسل. إيش التريو؟ شوف الناس الآن اللي قاعد تسابق على الأجر، الناس اللي بتفعل الخير، في ثواني 1300 ريال دخلن في الحساب. اللي ما تبرع يا جماعة الخير، هذا تطبيق دار العطاء، أول ما تفتح التطبيق تروح على القسم اللي فيه ألم وأمل، هذه الصورة، تكتب تبرع الآن بكل سهولة. شوف شوف وصلنا،
1400 اعمل تبرع الآن، تبى ريال، تبى خمسة، تبى 20، تبى 50، والله واحد بيتبرع 1000، اكتب الرقم إذا فوق الرقم هذا، وعلى سبيل المثال أنا بكتب 200 ريال أضف إلى تبرعاتي، أعمل عملية طريقة الدفع. الأمر جدا سهل وراح تتبرع في خلال دقيقة واحدة فقط. إيش التريو؟ افعلوا الخير، أهلكم في سوريا وتركيا ينتظروا تبرعكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.